التحدي قوم دافع عن رأيك والكل سامع، قل لنا الأضرار وطبعا قل لنا ايه المنافع وابن رأيك عالدليل، قل لنا بأسلوب جميل واسمع الرأي البديل، تلقى نور الحق ساطع. ايه تحدي ايه تحدي. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من التحدي. التحدي النهارده قبل ما نقول موضوعنا وقبل ما يعني نشوف موضوع الحلقه، بنتقدم بخالص العزاء في وفاه النجمه فيروز الطفله المعجزه. بلا شك الفنانه فيروز اثرت السينما المصريه بكثير من اعمالها، كلنا تربينا على اعمالها، كلنا شفناها وهي بتغني معانا ريال، كلنا شفناها لما كانت طفله جميله جدا، و ظل وجودها كطفلة خالدا في ذاكرة كل متابعين وكل محبين الفنانة فيروز. رحم الله الفنانة، بتقدم أسرة القناة كاملة لأسرة الفنانة بخالص التعازي وخالص المواساة. بلا شك يعني رحلت عنا جميلة من جميلات السينما المصرية وطفلة من الأطفال الذي أسرت الحياة السينمائية، وكان لها أثر كبير جدا وتركت بصمة لن ولم يمحوها التاريخ طوال الحياة في عالم السينما. معانا قبل ما نبدأ حوارنا، معانا المصور الصحفي الأستاذ سيد شعراوي. أستاذ سيد، طيب أستاذ سيد يرجع لنا تاني، هنحاول معاه تاني بس ناخد فاصل قصير ونرجع لحضراتكم مرة أخرى. طيب نكمل تاني مع أستاذ سيد، موجود؟ طيب طب خلاص نكمل موضوع حلقتنا النهارده. المحافظ بالانتخاب ام بالتعيين؟ بلا شك موضوع مهم جدا من المواضيع اللي كثيرا ما تناولتها وسائل الاعلام وكثيرا ما صار حول هذا الامر جدل. ناس بتقول لازم المحافظ يكون بالانتخاب ليعبر عن اراده المحافظه او اراده سكان الاقليم اللي بيحكمه، وطرف اخر يقول لك لا، لابد ان يكون المحافظ ممثلا للقياده السياسيه او منفذا للسياسات التي يضعها القائد او الحاكم في الوطن. بلا شك موضوع فيه خلاف كبير جدا، موضوع له مؤيدين وله رافضين. سعدنا وشرفنا في هذا اللقاء الاستاذ محمد الديب رئيس مجلس اداره جريده وطني اكتوبر. اهلا بك يا استاذ محمد. اهلا وسهلا بك. شرفنا النهارده. اهلا وسهلا. معايا على الجانب الاخر الاستاذ مصطفى حمدي كاتب صحفي. مصطفى حمزه كاتب صحفي وباحث سياسي. اهلا بيك يا استاذ مصطفى. اهلا وسهلا. اسفين على الخطا. طيب ابدا مع حضرتك بقى يا استاذ مصطفى، بما ان انا يعني اخطات بين حمدي وحمزه. المحافظ بالانتخاب ام بالتعيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في تقديري ان المحافظ بالانتخاب هيكون افضل بكتير من المحافظ بالتعيين. احنا تعودنا دايما في الانتخابات ان دايما اي حد بننتخبه بيكون ولاؤه للناس اللي بتديله صوتها. مدار السنوات اللي فاتت كلها احنا بنجرب ان المحافظ دايما بيجي بالتعيين، ودايما ولاؤه للقياده السياسيه ايا كانت، يعني مش بيبص كتير للناس، لان الناس لا بتجيبه ولا بتوديه، لا بتعينه ولا بتعزله، ملهاش اي دور. بالتالي هو بيسعى في تنفيذ قراراته ضاربا عرض الحائط. اهتمامات المواطن بسيط، المواطن في الشارع عايز ايه ده مش في دماغه خالص، ممكن يتجاهل التواصل حتى مع المواطنين في اطار الحفاظ على بالظبط، في اطار الحفاظ على المواطنين وبيتجاهل التعامل مع بيحافظ على مكانه فقط، يعني عينه بتكون دايما على السلطه اللي بتعينه، وعينه ان يكون المحافظ بالانتخاب. نعم. طيب انتقل للاستاذ محمد. يا استاذ محمد المحافظ، اعيد طرح نفس السؤال على حضرتك، المحافظ بالانتخاب ام بالتعيين؟ يعني انا احنا كلنا مش ضد الانتخابات او ضد الانتخاب، لكن امتى تكون الانتخابات دي هتفرز لنا افرازات جيده تفيد الوطن وتفيد المجتمع وتفيد الناس اللي هم انتخبوا. لو رجعنا قلنا المحافظ ده هو رئيس جمهوريه المحافظه، هو بيقوم بمحافظه رئيس الجمهوريه، تمام، معاه كل صلاحيات، معاه كل الامكانيات، معاه سلطه تنفيذيه كامله تحت قيادته. لو انا النهارده سبت المحافظ دوت انتخابات، واحنا لغايه النهارده بنعاني من الافرازات اللي بتيجي من الانتخابات، ما بتكونش على المستوى المضمون او اللائق، بدليل عزوف الناس في انتخابات مجلس النواب اللي فات. فانا النهارده لما اعرض المحافظه او اعرض الجهاز الاداري للدوله ان هو يخضع ل
انتخابات حرة نزيهة قوية كل حاجة، لكن القماشة المجتمعية أو الوعي السياسي أو الوعي الإداري للمواطن المصري ما أفرزناش لغاية النهاردة بكل الانتخابات السابقة نتائج إحنا عانينا منها. سواء يعني ايه ما فرزتناش نتائج؟ يعني هقول لحضرتك على حاجه، لو عندك رئيس الجمهوريه بالانتخاب عندك، لا النهارده، ما انا هقول لحضرتك على حاجه، في فرق بين ان انا بنتخب رئيس جمهوريه، ما هو ده رئيس جمهوريه الاقليم، لا ما انا بقول لحضرتك هو رئيس جمهوريه الاقليم طبقا لسياسه الدوله مش طبقا لسياسته الخاصه. تمام. انا النهارده بجيب محافظ بيمارس سياسه الدوله بصلاحياته لكن هو مش هيمشي ضد سياسه الدوله. الانشقاقات اللي بتحصل بين الدول سواء في اقاليم دول انقسمت على نفسها او حصل فيها زي شمال السودان وجنوب السودان، الحدود اللي موجوده دلوقتي بين شمال السودان وجنوب السودان مش في كانت في يوم من الايام دوله واحده ومجتمع واحد وقطاع اداري واحد يرقصه محافظ او يرقصه امين مدينه او امين بلديه؟ ان حصل انشقاق ليه؟ لان الوضع المجتمعي في المنطقه دي ما كانش بيشتغل على اجنده وطنيه يعني متحده. يعني شايف ان قد يكون المحافظ بالانتخاب يؤدي لانشقاق الوطن؟ ايه اللي يمنع حضرتك؟ طيب يا استاذ مصطفى، انتخاب المحافظ قد يؤدي الى انشقاق الوطن، انت هنا تدعو الى انشقاق الوطن؟ الكلام ده طبعا مش صحيح خالص، بالعكس. اولا الاستاذ محمد ذكر في كلامه ان المحافظ لما بيجي بالتعيين ده بيعمل تنفيذ لرؤيه الدوله او لخطه الدوله، مفيش تعارض اصلا بين ما يطلبه المواطن البسيط وبين خطه الدوله، مفيش تعارض. ليه؟ لان المواطن البسيط هقول لحضرتك حالا المواطن البسيط في اي حته هو عايز ايه؟ عايز ميه نظيفه، عايز كهرباء موجوده، عايز طرق. فندم بس المواطن قد تكون رؤيته مقصوره، رؤيته محدوده. يعني انا مثلا اتمنى ان يكون البنزين ببلاش، اتمنى ان يكون الميه ببلاش، اتمنى ان يكون، وده مطالبي، لكن رؤيه الوطن، رؤيه القياده تختلف عن رؤيه المواطن. حضرتك لما بتنتخب محافظ فما تقوليش بقى ان انا بعبر عن رؤيه المواطن. تمام. حضرتك لما بتيجي تنتخب المحافظ بتنتخبه عبر برنامج هو بيقدمه كخدمات لهذه المحافظه، تمام؟ الخدمات دي موجود فيها حاجات هيقدر ينفذها، وبالمناسبه احنا بنتكلم عن انتخاب محافظ يكون من المحافظه نفسها مش من محافظه ثانيه. يعني مثلا طول السنوات اللي فاتت كان يجيب لك واحد من بورسعيد يحطه مثلا محافظ للمنيا. طب انت محافظ الراجل اللي جاي من بورسعيد ده عارف المنطقه الحره واقتصادياتها وعارف الثروه السمكيه اللي عنده وعارف مشاكل المحافظه اللي هو عاش فيها واتولد فيها وتربى فيها. اما لما يجي المنيا مثلا هو مش عارف مشاكل الصعيد كويس، مش عارف الدنيا هناك ماشيه ازاي، عكس ما واحد يكون متربي وعايش ويعني ابا عن جد في المكان ده او في المحافظه دي عايش همومها ومشاكلها. طيب كلام جميل. تمام. اتفضل. حتة ان انا اجيب محافظ من محافظة او ضابط من دائرة الاسم بتاعه او اي قيادة ادارية، لا ضابط ده حاجة تانية. ما انا بقول لحضرتك لا خالص الفرق حضرتك، ما انا بص حضرتك هقول لحضرتك النهاردة انا لما اعتمد ان انا هجيب المحافظ ده من ابناء المحافظة لان هو عارف مشاكلها وعارف كذا وكذا، مع ان هو راجل سياسي منصب سياسي مش منصب تكنوقراط ولا اكاديمي عشان اعتمد على امكانياته الخاصة وادراكاته بمشاكل محافظته. هو عنده قدرة على اتخاذ القرار، عنده قدرة على تتبع سياسة الدولة وتطبيقها في محافظته طبقا لاحتياجات المواطن في محافظته او في القطاع الاداري اللي هو بيديره. فانا النهارده لو انا قدرت اجيب محافظ في الصعيد او في بحري او في محافظات القناة او اي حاجة عنده القدرة الادارية، عنده راجل عنده رؤية سياسية وعنده ادراك لامكانيات دولته ومناطق الضعف ومشاكل سواء صحة او تعليم او مواصلات او مرافق او خدمات، هو ده العقل اللي هيدير المحافظة. طيب خلينا يا استاذ محمد اقول لحضرتك كيف لك ان تسير عكس الاتجاه العام في كل العالم بالانتخاب. في كل مكان، كل المجتمعات الديمقراطية اللي بنتشدق بيها وبنضرب الامثال بيها بتبقى بالانتخاب، ولا لما نكون عايزينها نقول للمجتمعات الغربية ولما نكون مش عايزينها نقول حضرتك والمجتمعات اللي قايمة على الممالك والدول اللي انا ما ببصلهاش يا فندم، انا ببص للمجتمعات اللي انا يعني بتمسك بيها. انا مش هجيب عباية سواء اوروبية او امريكية او اي دولة بتمارس الديمقراطية في بلادها ولبسها للشعب المصري. بس اي تعيين يا فندم يتفق مع الديمقراطيه، اي تعيين يختلف مع الانتخاب. احنا مش ضد الديمقراطيه، احنا في اليات للديمقراطيه بنمارسها سواء في مجلس نواب او كان في مجلس شورى اللي اتلغى او في اي. انت فندم عايز تمحي الديمقراطيه وتقول بالتعيين؟ لا ما انا بقول لحضرتك في ثوابت. يعني انا النهارده اخلي بقى لواءات الشرطه بالانتخاب واخلي رؤساء، ده موضوع تاني خالص. ما هو نفس القصه، هو اللواء الشرطه حضرتك ده مش قياده تنفيذيه،
بيقوم بدور في لخدمه المواطن وبيحتك بالمواطن. تمام. اخليه بقى بالانتخاب هو كمان، واخلي كل قيادات الدوله وصف. بالانتخاب يا استاذ مصطفى، يعني اذا كنت تنادي بالانتخاب فيعني خلاص هتبقى فوضى الانتخابات، فكل شيء بالانتخاب، الاستاذ الجامعه بالانتخاب، العميد بالانتخاب، الدكتور بالانتخاب، واللي في الشارع على اول الشارع يبقى في الانتخاب. هذه فوضى يا سيدي، كيف لك ان تدعو تمام. وتؤيد فوضى في هذا الامر؟ تمام. اولا احنا مش بندعو ان كل شيء يبقى بالانتخاب، في حاجات مش هينفع لما تدعو، لما يكون في قيادات راسخه مستقره تمام. ومنصب المحافظ على مر السنين تيجي هنا تنسف هذا المنصب وتقوله بالانتخاب وتجعله يعني عرضه للصراعات بين القبليات والعوائل. اولا احنا بنتكلم في شق من المفترض ان الدستور يتم تعديله عشان يتم تطبيق فكره حضرتك ان المحافظه يبقى بالانتخاب، لان الماده 140 في القانون الاداري للدوله في قانون 1960 بتنص ان المحافظ بيجي بالتعيين ما بيجيش بالانتخاب. طيب اتفضل. فده نص دستوري ما اقدرش اخالفه انا كوزاره اداريه او كجهه اداريه. اتفضل. الدستور الحالي دلوقتي بيقول ان هو ممكن يجي بالتعيين او بالانتخاب. تمام. هو اعطى الخاصيه ان هو يجي باي طريقه من الطريقتين. تحرر الدستور ووضع الدستور تحرر، فقال لك نفس التحرر. ليه بقى؟ بتنصش القانون لسه ثابت وما اتغيرش. مش انا مش على القانون، انا بتكلم على الدستور. لازم مجلس النواب، لازم مجلس الشعب يصدر لي قانون. لو ناقش التشريع خلينا نناقش الفكره، احنا بنناقش الفكره، لكن هو بكل تاكيد هي هتحتاج تشريع. الاستاذ محمد اتكلم عن بعض السلبيات اللي ممكن تنتج عن نظام انتخاب المحافظ. قالك ما خلي اللواء الشرطه بال الامن بالانتخاب، خلي وكيل وزاره التربيه تعيين الانتخاب. احنا بنتكلم عن القانون، ما بنتكلمش عن حاجه خارج اطار القانون. والوزراء مش بيقولوا عن القانون، اسكت اتكلم عن القانون، فالقانون بيقول ان يبقى بالتعيين. نجيب الدستور انا بقول اهوت، الدستور اعطى تحرر وقال انه ممكن يجي بالتعيين او بالانتخاب، ما قالش ان ضابط الشرطه هيجي بالتعيين او بالانتخاب، صح كده؟ انا حضرتك او مدير الامن، ايه الفرق بين المحافظ، ايه الفرق بين المحافظ ومدير الامن وبين الوزير؟ سواء وزير صحة، وزير تربية وتعليم، وزير سياحة، أي خدمة المواطن بيحتك بيها وبيحتاج لها. الفرق بين الوزير اللي بيقوم بإدارة المنصب ده أو منصبه بيقوم بإدارة الخدمات. يا فندم أنا عايز أرد على خدمة المواطن برضه. الوزير برضه على فكرة هيكتسب شرعيه عن طريق الانتخاب، لانه هياخد الثقه يعني من مجلس يعني النواب المنتخب من الشعب برضه. لا يعني احنا كمان نجيب الوزراء بالانتخاب، يعني حتى الوزير يعني تطلب الوزراء بالانتخاب زي ما يا فندم. ما اقولش حتى لو ما جاش بالانتخاب كنظام برلماني، احنا نظام ثانيه واحده، احنا مش نظام برلماني، احنا نظام مختلط. لكن حتى في النظام بتاعنا دلوقتي الحكومه لازم تكتسب ثقتها من مين؟ من مجلس النواب. وبرنامجها هياخد ثقه مجلس النواب اللي هو اصلا منتخب برضه من الناس في النهايه. لكن في سلبيات زي ما اتكلم الاستاذ محمد، انا متفق معاه. انا ما بقولش ان الانتخابات او ان انتخاب المحافظ هيبقى صح 100%، احنا بنوازن ما بين مفاسد ومكاسب. بين كل نظام من إيه؟ لا مش تراجع، بالعكس. انا بثبت ان كل نظام له مزاياه وعيوبه. احنا بس دلوقتي بنوازن ما بين المزايا والعيوب بتاع كل نظام. وانا في تقديري ان المزايا في نظام انتخاب المحافظ اكتر بكتير من السلبيات. انا اقدر اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. لو اتجهنا مثلا المحافظات الحدوديه، عندنا محافظات حدوديه يعني استراتيجيا امن قومي، صح ولا غلط؟ مظبوط. وعندنا في المحافظات الحدوديه قبائل، القبائل دي تنتمي لعادات وتقاليد تخصها بعيدا عن التشريع والقانون والسلطه التنفيذيه او السلطه القضائيه او التشريعيه او يعني ليها قانونها الخاص، وانت تعلم هذا بالاخص في مرسى مطروح او في شمال سيناء او جنوب سيناء او هكذا. لو افترضنا جدلا ان احنا عملنا محافظ بالانتخاب في جنوب سيناء او في شمال سيناء او في مرسى مطروح، وقدر شخص ليه اجنده خاصه بقابليته وبعزوته وبعصبيته قدر ياخد منصب المحافظ وابتدى ينفذ الاجنده الخاصه دي، ما بنقولش ان هو راجل ضد الدوله او خاين، بس هو ليه اجنده خاصه بعقليته او بعقيدته او بمنافعه او بمكاسبه او بعلاقاته او باي نفوذ عايز يبسطه في المحافظه بتاعته. تمام. هل المحافظ ده هيسري سياسه الدوله ان 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 يبقى في هارموني بين المحافظات وكلهم بيخدموا على اتفضل على تطور الدوله او دفع الدوله؟ اتفضل رضي فندم. ارد على سعادتك. احنا لكل قاعده شواذ، يعني احنا عايزين نتكلم ان ممكن المحافظات الحدوديه زي ما هي الان لها وضع خاص وفق بين كل المحافظات، برضه في موضوع تعيين المحافظ او انتخابه اكيد هيكون ليها إيه وضع خاص لها. شايف من وجهه نظرك ان تنتخب تعيين بعد الاعتبارات الامن القومي، يعني ايه يعني دول هتخليها بالتعيين؟ مش انا اللي هخليها. يعني انا بقول حضرتك طبعا انت تكون بالتعيين؟ ما انا بقول لحضرتك وفق اعتبارات الامن القومي اللي هيحدد ده مين؟ لجنه الامن القومي. الامن القومي اعتبر ان محافظه الجيزه لازم تتعين او القاهره.
اقدر انا كمواطن، انا كمواطن اقدر ازاي اطلع بامكانياتي الذاتيه كمواطن. امن قومي ده يعني معلومات، صح؟ تمام. امن قومي يعني عنده منابعه اللي يقدر بياخد بيها القرار اللي يعني يتجنب او يحافظ على وحده الدوله، صح؟ تمام. انا مواطن هوصل للمعلومات دي ازاي؟ حتى لو انا صحفي متخصص او باحث، ده ما حضرتك تشتغل، مش هقدر اوصل للمعلومات اللي تخص الامن القومي. طب لو الامن القومي صدر لي قرار بكره وقال لي انا معلش هختار بتاع الجيزه او بتاع القاهره او بتاع القليوبيه او بتاع السويس، اعتبارات الامن القومي يا فندم بتبقى مطروحه على لجنه مين اللي مين اللي هيقرر اللي هو برضه منتخبه من الشعب؟ مين هيقرر الامن القومي كلامه صائب او غلط؟ يعني الامن القومي اداني دلوقتي قال لي معلش اكس على كام محافظه دول امن قومي. سعادتك هو لما قال دلوقتي ان المحافظات الحدوديه امن قومي، مش ادى اعتبارات والناس مقتنعه؟ انا بقول لحضرتك الامن القومي ده يملكه الامن القومي. ما انا بقول لحضرتك ما هي معروفه النهارده. طيب هيدي يقول لك محافظه الجيزه، ما كلام الاستاذ محمد واضح، انت يعني يبدو انك تناور في الاجابه. مش بناور ولا حاجه، انا بتكلم قال لك الامن القومي، قال لك ان محافظه الجيزه قال لك معلش في حيثيات امن قومي، الاسكندريه امن قومي، هقول لسعادتك ولا هي القومي من قبل كده؟ القاهره عاصمه امن قومي، القاهره لا، القاهره كعاصمه دبلوماسيه مش امن قومي؟ اكيد. عدد السفارات اللي في القاهره، عدد السفارات اللي في القاهره ما يعتبرش امن قومي؟ جميل. طب ده بالانتخاب ولا بالتعيين؟ برضه بالانتخاب. ليه؟ يبقى مش هنعمل بقى، مش هنعمل امن قومي بقى احنا دي مش كل انتخابات حدوديه يا فندم. ما انا بقول لحضرتك لازم السياسه اعتبار الامن القومي اللي حضرتك حطيته، انت قلت عشان المحافظات الحدوديه لها على مبدا ثابت وعام. طيب كلام جميل. هل انا هدي ثقتي في الامن القومي طيب ان هو يديني ضوء اخضر على المحافظه دي اقول له اوكي، او المحافظه دي عليها اكس اقول له اوكي؟ يا استاذ محمد، كيف لك ان تتهم ان الشعب او اراده الشعب سوف ياتي بعكس اراده الامن القومي؟ انا في محافظه اختار اللي انا عايزه، وانت هتيجي وصى عليا أنا اختار اللي انا عايزه، وانا اقدر، وانا صاحب البلد وصاحب الوطن اللي حدد مين الامن القومي بتاعه ومين مش امن القومي، وبنتخب الراجل بتاعي، حط له ضوابط وقوانين، حط له اطار يشتغل فيه، ما تصدرليش المشاكل وترعب الناس وتقول لك لا الامن القومي و و و. اولا احنا دوله خارجه من عطف امني وسياسي واقتصادي واجتماعي وكل اللي انت عايز تصنفه، كان قاسي في مرحله الانتخاب، كان قاسي جدا. ما انا هقول لحضرتك يعني البناء الدوله ما بيتبنيش بخطوه او اتنين، ده عده خطوات متماسكه متواليه وليها منهجيه وليها قاطره واحده بتشدها. من ضمن بنائها انتخاب المحافظ. بالظبط كده. انتخاب المحافظ من ضمن بنائها انتخاب المحافظ. لا مش في الوقت الحالي حضرتك. يعني انت مع الفكره بس ما ضد التوقيت تقصد؟ لا هي ما الفكره فيها رغبه ورجاء وامل، لكن انا ما اقدرش اسيب الواقع اللي انا قاعد عليه او الارض ورجاء وامل. تمام. يعني تامل ذلك وتتمنى أمل ذلك، امل وتمنى امل وجاي هنا تعارضه. لا لا، ما انا هقول لحضرتك انا بعارضه من اجل الصالح العام للوطن. انا النهارده كرؤيتي الشخصيه شايف ان الصالح العام يتنافى مع الرجاء والامل. لا لا، الصالح العام ما احنا كلنا خرجنا في 25 يناير نطالب بالمساواه والعداله الاجتماعيه، صح؟ كلنا حسن النيه، لكن في كان بعضنا عنده سوء النيه. هل النتيجه اللي احنا خدناها من 25 يناير ده امر اخر؟ ما هي نفس القصه حضرتك، ما هي الفكره كلها. انا دلوقتي هطالب بالانتخاب وامارس الديمقراطيه الكامله، مع ان الارض المصريه او التربه المصريه او النسيج المصري او المجتمع المصري غير كامل، وانا واحد منهم. انا ما نزهش نفسي. ما عندناش ادراك لمعايير الديمقراطيه عشان نعرف نمارسها. ما عندناش ادراك لمعايير الديمقراطيه. كلام جميل. ما قلتش كلام جميل يعني حضرتك تطعن في مجلس النواب، حضرتك تطعن في انتخاب اي شخصيه. هل النهارده حد يقدر يقول لي احنا عندنا ما يقرب من 600 نائب في مجلس النواب، دول ما يعبروش عن رأي الشعب؟ لكن حد يقدر يقول لي ان ال 600 دولت ال 600 دول ما فيهمش عناصر جت افرازات نتيجه افرازات انتخابيه او اراده شعبيه ما كانتش بالكفاءه او بالجوده؟ ده طبيعه العمليه الانتخابيه. بالظبط كده، بالظبط كده. هنا بقى ما انا هقول لحضرتك بقى فضل. انا يوم ما اختار محافظ خطا، انا هنا اخترت نائب موجود يا فندم هيتحمل نتيجه اختيار. انا بقول لا، مفيش حاجه اسمها دي دوله. مش انا مش همارس هو مش همارس. المواطن يتحمل نتيجه انا مش هعرض الامن القومي، انا مش هعرض الامن القومي وهيعاقبه بعد كده بانه ما يجيبوش. انا بقول لا، هنا مفيش حاجه اسمها عقاب. ده هو هياخد فتره زمنيه يقدر يسيطر بيها على محافظته ويمارس مهامه. مش منتخب يعني انت النهارده؟ أيوة. رئيس الجمهوريه لو بكره المحافظ ده ما سمعش كلامه ما عجبوش هيقول له بالسلامه روح؟ هيقول له منتخب. احنا انا هكلمك عن مثال عملي. طب قبل ما اتكلمنا عن المثال العملي، خلينا على بال ما تجهز المثال العملي، هل ترى ان الوطن يعني يتحمل في هذا الوقت وجهات نظر متغيره ومختلفه؟ انت شايف بقى، طب انا جيت معبر عن اراده الناس وهذه الاراده تتنافى مع اراده الوطن، كيف لك ان تقنن هذا الوضع؟ تتنافى ازاي؟
اراده الوطن النائب في شيء النائب باتجاه شيء انا كاقليم وليكن مثلا محافظه الشرقيه النائب شيء محافظه الاسماعيليه ارادتنا بتكوين جيش بتكوين شرطه باي مكان اي مكان وتتنافى مع اراده الوطن. شوف يا فندم حلها ازاي بقى يا فندم انا جاي في الانتخاب هتعمل فيه ايه؟ ما انا جاي لحضرتك يا باشا. اتفضل. اولا اللي بينتخبوا المحافظ مين؟ مواطنين عاديين مواطني الاقليم مواطني الاقليم اه طبعا اللي هم عندهم مشاكل خاصه بالاقليم ذاته. تمام. ممكن تختلف عن مشاكل اقاليم اخرى. ايه مشكلتك مع المحافظ اللي جاي يحلها لك؟ ثانيه انا معين لك محافظ يحلها. ما انا بجيب لك مشكلتك معاه. المحافظ ما بيحلش ولا بيربط والدليل على كده. يعني اولا اقول لحضرتك اللي هيجي بالانتخاب هيحل ويربط؟ هيحل ويربط. ليه حضرتك ازاي؟ اقول لحضرتك ليه؟ ايه الفرق بينهم اللي جاي يعني بالتعيين القدره الشخصيه يعني. اللي جاي بالتعيين اولا ما عندوش فكره كامله عن المحافظه اللي هو رايحها. طيب ماشي. مع احترامي للكل يعني. خايف على فبيبدا يسيطر عليه شله ومجموعه اللي هي المنتفعين الموجودين في المحافظه الموظفين القدام ورؤساء الاحياء والكلام ده. طب ما هينتفعوا بيبداوا يرتشوا اللي هم يتلموا على كده. طب ايه رايك في ايه رايك بعد اذنك يا استاذ محمد طب ايه رايك اللي في ايه رايك في اللي بتنتخبه وما بتشوفش وشه تاني يا باشا انا عايز اقول لك على حضرتك خدت البرلمان هعاقبه ومش هجيبه تاني يا استاذ استاذ هعاقبه ومش هجيبه تاني من يتحمل لكن عايز اقول لك من يتحمل شفت حضرتك هتعاقبه بعد اربع سنين خمس سنين من يتحمل استاذ سامح انت قلت ايه ان انت انتخبته شفته مره بس ساعه الانتخابات وما شفتوش تاني من انا هسال حضرتك سؤال ايه رايك في المحافظ اللي اهالي محافظته كلهم ما يعرفوش شكله ولا اسمه رد يا استاذ ازاي يبقى محافظ ازاي اسال نفسك لا 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 المحافظ بكلمك بمنتهى الامانه فاضل احنا بنتكلم استاذ الناس وفي ناس بيسمعونا ويشوفونا اسمعني بس هو في حاجه اسمها محافظ ما حدش بيشوفه ده محافظ ده لا 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 حضرتك ده محافظ يا استاذي فاضل بس ما لو سمحت شافه بيتكلم بعيد عن الواقع يعني لا ده مش بعيد عن الواقع بس يا باشا لو الساده المشاهدين بيشوفونا لو الساده المشاهدين بيشوفونا يا ريت انهم يقولوا لنا هم فعلا بيشوفوا المحافظين ولا لا المحافظ موظف دوله عنده حضور وعنده انصراف وعنده خطه وعنده خطه تعليم وخطه مرافق وخطه خدمات بينفذها ميزانيه لازم يصرفها تمام انا النهارده الدوله بتطلع لي كمحافظ ميزانيه صح الميزانيه دي هتتصرف في مصاريفها انا بقى هسيب الميزانيه واقعد في البيت ولا اطلع في الويك اند بتاعي ولا زي لا يا فندم اطلع شوف المحافظه بتاعتك ماشيه ازاي انا بقول لحضرتك اطلع شوف اللي بيضحكوا عليه في رؤساء الاحياء يبقى بتقول لا ما تقوليش ان انت ما بتقعدش في مكتبك بيضحكوا على المحافظ يا فندم لا لا هنا بص احنا هنا بنقول المحافظ موجود في محافظته ولا سايب محافظته وعايش بره النائب ده حضرتك مقر اقول لحضرتك على مقر الديوان يعني تقصد النائب سعادتك يعني 90% من الساده النواب مع احترامنا ليهم بيسيبوا دوائرهم وعايشين جنب المجلس طيب خلينا يا فندم لان عنده كل يوم جلسات هنا بقى الموضوع مختلف هنا الموضوع مختلف يا ريت اعزائي المشاهدين تشاركونا من خلال الارقام اللي موجوده قدام حضراتكم على الشاشه الموضوع مثير جدا هناك من يتهم كثير من المحافظين هم ما نعرفهمش في هل في حد في محافظه ما يعرفش المحافظ شكله ايه؟ انا هتكلم بشكل مصدر شويه عندي سؤال بعد اذن سعادتك هنفترض جدلا ان في محافظ جه بالانتخاب وعنده قياده وشخصيه واستقلاليه وعنده رؤيه عايز ينفذها والرؤيه دي تتعارض مع السياسه العامه للدوله او تتعارض مع الامن القومي يعني سياسه تتعارض مع هقول لسعادتك انا حضرتك هقول لسعادتك اي رؤيه مواطن هنفترض هنفترض جدلا ها ان التيار الاسلامي السياسي او التيار الاسلامي في شمال سيناء جاب محافظ دياب بعد التيار الاسلامي تمام. السياسي تمام. بالانتخاب حد يقدر لا ولا هنزوره الانتخابات تمام. هيجي منتخب وهو شاف رؤيته في السياحه ان ممنوع كذا وممنوع كذا تمام. وممنوع كذا طيب. وممنوع كذا طيب انا بقى حضرتك انا وجه بس اكمل بقى مش هو النهارده راجل مستقل وصلت الفكره والله وارد عليه شاركونا هل المحافظ بالانتخاب ام بالتعيين هل المحافظ يتم انتخابه ام يتم تعيينه هل يتم تعيينه ليعبر عن الاراده السياسيه او يعني الاراده الحاكمه ام يتم انتخابه ليعبر عن اراده اقليمه بلا شك موضوع كل من الضيفين لهما وجهه نظره لها محل الاحترام اتفضل يا فندم احل بس الحته الجزئيه اللي اتكلم عليها استاذ محمد ده قال لحضرتك كلامك متناقض وبعيد عن الواقع وانت يعني تنافي العقل في الحديث تمام اذا كان بعيد عن الواقع يا ريت الساده المشاهدين هم اللي عايشين الواقع يقولوا لنا احنا بنتكلم بعيد عن الواقع ولا لا تمام وبعدين ما عملتش كل المحافظين هرد على السؤال الاخير بس انا بقول لحضرتك افرازات الانتخابات ها مع جابت كل الاشخاص جابت محافظ هقول لسعادتك بقى جابت محافظ ينتمي للتيار الاسلامي السياسي ايوه كده حلو مش ده تيار موجود في الدوله ولا مش موجود معاك صح كمل سؤال عنده اجندته وعنده رؤيته ولا ما عندوش بالظبط طب هنفترض ان هو جه في شمال سيناء تمام المحافظه اللي قايمه اقتصادها كله
على السياحه، على السياحه او جنوب سيناء برضه. هو حب يهدم السياحه. لا مش يهدم، انا ما قلتش ان هو يهدم، هو ليه اجنده خاصه، ليه اجنده ورؤيه خاصه تتنافى مع وزاره السياحه بالظبط، او مع رؤيه الدوله في السياحه، او او فكره استثمار السياحه في الدوله طبقا للرؤيه العامه لسياسه الدوله. تمام. هو بقى عايز ينفذ الاجنده. طيب دي يعمل ايه مع الدوله؟ سؤالك واضح يا فندم. قبل ما تجاوب، قبل ما تجاوب اعزائي المشاهدين هناخد فاصل قصير جدا ونرجع لحضراتكم مره اخرى، فانتظرونا. انت بتسخنه بقى. اسلوب جميل واسمع الراي البديل، تلقى نور الحق ساطع لنا باسلوب جميل، واسمع الراي البديل تلقى نور الحق ساطع. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، وما زلنا مع موضوع الحلقه، المحافظ بالانتخاب ام بالتعيين. بلا شك ان المحافظ قياده هامه جدا في الاقليم او في المحافظه، في وجهات نظر بتقول ان يتم انتخابه ووجهات نظر اخرى يتم تعيينه، هناك خلاف حول وجهتي النظر. كان الحديث قبل الفاصل مع الاستاذ مصطفى، كان الاستاذ محمد طرح لحضرتك سؤال يا ريت ترد عليه. الأستاذ محمد كان بيقول أن ممكن الإرادة الشعبية في محافظة ما ولتكن شمال سيناء أو جنوب سيناء جابت واحد من تيار الإسلام السياسي، هو بيفترض وهذا التيار عنده رؤية في السياحة مثلا برؤية معينة. أنا بس بحاول إيه يعني أقرب الصورة للأذهان، ورؤيته في السياحة تتعارض مع الرؤية بتاعت الدولة. تمام. الوطن بالظبط كده. دي بقى باشا يحددها القانون. احنا قلنا يا باشا، احنا قلنا ما ينفعش يحدث تعارض ما بين رؤيه الدوله ورؤيه اي محافظ. طب يا فندم ازاي بقى؟ قول لي بقى. احنا حتى ما اتكلمناش حتى في شروط اختيار المحافظ، يعني اللي هيحق له الترشح ده مش لازم يكون في شروط معينه. احنا ايما كانت شروط. تمام. ايما كانت شروط، ولابد ان هو يكون ملتزم بالسياسه العامه للدوله. ولو خالف السياسه العامه للدوله ممكن يتم. ما انا بقول لحضرتك تعمل ايه؟ هتفصله؟ هيرجع الناس اللي انتخبوا؟ مش هيفصلوا بنص القانون، هو في منتخب بيفصل يا استاذي. تمام تمام. بيتم اراده الناس فوق اراده الحكومه. النهارده انت جبته باراده شعبيه، هتفصله ازاي وتشيله ازاي؟ انت بتختاره علشان ايه كمحافظ؟ انا بقول لحضرتك في السياسات الدوله. انا بقول لحضرتك دلوقتي، انا النهارده عايز محافظ. انا مع احترام السياسه، لما يجي يحدث التعارض لازم القانون ينص على انا عايز حدوث تعارض يبقى الانتخاب ده. يا استاذ احنا دوله فيه. احنا دوله مش جماعات عايشه كل واحد بينا وقام اجتماعي. احنا دوله يسودها قانون واحد ورئيس واحد. صح مظبوط. الدوله دي لها سياسه عامه بتنفذ في جميع المحافظات من المحافظه الشماليه للجنوبيه. اكمل بس حضرتك. انا عشان اجي النهارده اجيب المحافظ ده بالانتخاب، والمحافظ ده خد سلطه شعبيه، ما اقدرش اشيله. رئيس الجمهوريه ما اقدرش يشيله من منصبه. صح القانون ما يقدرش. ما انا بقول لحضرتك عضو مجلس النواب المنتخب ما بيتشالش خالص. القانون القانون نص واضح. انا احنا مش ناقصنا قوانين، احنا ناقصنا تطبيق القوانين. القانون نص واضح وصريح. لا لا لا، التطبيق القانون هو المشكله في مصر مش القانون نفسه. تمام. انت عندك قوانين ممتازه جدا جدا لكن ما حدش بيطبقها صح، سواء في حقوق الانسان او سواء في القانون المدني او الجنائي او اي قانون يخص المواطن المصري. يعني انا الفكره كلها، انا الشخص اللي جاي بالانتخابات دي وبقى معاه سلطه شعبيه قاعد على الكرسي دوت بقدرته الشخصيه مش تعيين، وبيمشي ضد سياسه الدوله. مش هوصله ان هو خاين ولا الكلام الكبير ده، لا، هو ضد سياسه الدوله، ضد رؤيه الدوله، ضد نمطيه الدوله في معالجه السياحه او معالجه الاستثمار. القانون هيعالج ده. او كان البرلمان كله برمته المنتخب البرلمان يجوز حله. لا لا لا، البرلمان هنا تمام. صوته من اجمالي اصوات الانتخاب. يا فندم انا اقصد اقول ان حتى واحد. المنتخب يجوز عزله يا استاذ محمد. البرلمان كله ممكن يجوز عزله وحله. ازاي يجوز عزله يا استاذ محمد؟ اقرا الدستور يا فندم. استاذ محمد ما انا بالقانون حضرتك. طب يا فندم الدستور يا فندم. طب رئيس المجلس المحلي طبعا تعلم المحليات طبيعي بياتي بالانتخاب ولا بالتعيين؟ بيجي بالانتخاب طبعا. طب ما تعينه بقى. لا ما انا هقول اللي حراك على حاجه. ايه المشكله؟ يفرق بايه بقى رئيس مجلس محلي او رئيس وحده رئيس مجلس محلي مع محافظ؟ لا لا لا، ده رئيس المحافظ. لا لا. يعني رئيس المجلس المحلي. لا لا. رئيس المجلس المحلي هو شخص من المفترض ان جماهير الدايره بتاعته انتخبوه وانتقوه منهم ان هو يمثلهم في الجهاز الاداري للدوله. كلام جميل. والمحافظ المحافظ عن جماهير المحافظ. لا لا المحافظ. لا لا، المحافظ هو كوبي من رئيس الجمهوريه بصلاحيات رئيس الجمهوريه. ورئيس الجمهوريه نفسه منتخب. ما هو دي صلاحيات رئيس الجمهوريه، انت بتنتزعها منه ليه؟ انت صلاحيات رئيس الجمهوريه ان هو يجيب مساعدينه في المحافظات. انا النهارده بدير دوله فيها 28 محافظه، صح؟ وهيبقوا 30 محافظه قريب، تمام؟ انا النهارده عشان هيبقوا 30 ازاي بس؟ مش في محافظات. لا لا، ما هو في ثلاث محافظات داخلين. صح.
27 محافظه. هم 28 محافظه فعليا. حاليا 27؟ لا 28 حضرتك. في محافظه اتولدت جديد. في محافظه الاقصر اتضافت عليهم. ايوه. عندهم هتلاقيهم 28. تمام تمام. وفي ثلاث محافظات داخلين اللي هم الجداد، محافظه العالمين ووسط سيناء ومحافظه الواحات. اه تمام. ده طلع بيها قرار جمهور لك لسه ما فعلش. تمام تمام. فانا النهارده كرئيس جمهوريه بحكم الدوله دي بمنصب سيادي رئيس القوة التنفيذية أو السلطة التنفيذية، ومعايا المساعدين بتوعي في المحافظات. ما هو ده بياخد صلاحيات الرئيس. أنا كرئيس جمهورية رئيس مجلس المدينة، رئيس جمهورية في مكانه، رئيس مجلس المدينة. أنا بقول لحضرتك رئيس مجلس المدينة شيء، ورئيس والمحافظ ده شيء تاني. المحافظ الفرق. هو الدولة، هو رئيس هو مجلس المدينة الدولة، وهو هيبة الدولة، وهو الذراع السياسي والتنفيذي لرئيس الجمهورية في محافظته، بيقوم بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية. أنا النهاردة أنا بقول لحضرتك أهو، إديني حل. انا النهارده بكره الصبح عملت انتخابات وافرضت لي تيار او محافظ من الفكر او التيار الاسلامي. ما احنا قلنا يا فندم هيشيلوا ازاي؟ قول لي هيشيلوا ازاي؟ زي ما مجلس الشعب المنتخب ممكن يعني كده يتشير. يعني كده رئيس السيسي بكره يقول لك انا خلاص زهقان من مجلس الشعب ده هحله؟ مش عشان زهقان، لا انا خلينا مش علشان زهقان. ما تقول لي مش في قانون بيحكم. يا استاذ محمد، يا استاذ محمد، طيب ما هو مجلس، ما احنا بنقول القانون هو اللي هيحكم. بعد اذنك يا فندم، ما هو مجلس النواب عباره عن ايرادات مختلفه وعباره عن اراء مختلفه. هتيجي بقى حضرتك تقول لي اصل ده مش متفق معايا. استاذي مجلس النواب، مجلس النواب مجلس النواب قراراته بالاغلبيه مش بالفرديه. يعني انا النهارده انا نائب في مجلس، يعني كل ما اجي لك انا نائب في مجلس النواب. انت ضد الديمقراطيه، فاضي ضد الانتخاب. هنا في امن قومي مصان، انا مجلس النواب. احنا قلنا هيتحط اعتبارات الامن القومي في القانون، لهم اجنده خاصه. اه هيعملوا ايه في مجلس النواب مع 600 نائب؟ هيقدروا يديروا سياسه الدوله في اتجاه مختلف؟ يا فندم 10 20 30 طالما ما وصلوش للاغلبيه. طب وكيف المحافظ يشير سياسه؟ هيمرروا قانون ازاي؟ كيف المحافظ يصير يدير سياسه محافظه خارج سياسه الدوله؟ اي عقل يتقبل ذلك؟ انا بقول لحضرتك تفضل المستحيل. اقول لحضرتك ويعزل. اقول لحضرتك ويعزل. اقول لحضرتك اقول لحضرتك هو النهارده المسيري بتاع اسكندريه مشي ليه واتشال ليه؟ او الدكتور رضا عبد السلام في الشرقيه تشلي؟ طب ناخد حد من المنيا، احد متابعينا الاستاذ احمد من المنيا. استاذ احمد، الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك يا استاذ احمد، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام، سامعين حضرتك كويس. حضرتك بتسال اذا كان ممكن ننتخب او نعين رئيس مجلس المدينه؟ لا المحافظ. استاذنك لو كان بالاتفاق بالانتخاب فده طبعا هيكون طبعا ايه افضل. واحب انوه لحضرتك ان رئيس مجلس مدينه مغاغه احنا اساسا ما نعرفوش وما نعرفش شكله وما شفناهوش وعمرنا ما شفناه ماشي في الشارع بيعالج مشكله. مش انا بقول لك في مستندات ازمه او اي حاجه؟ في حين برضو احب انوه على حضرتك انه قليلا ما بيمشي، حتى لما بيطلع من مجلس مدينه مغاغه كمبنى لحد ما يوصل يدخل من بنك الاهلي اللي هي المسافه ما بتتعداش ال 150 متر بيبقى راكب العربيه الفاميه الخاصه بالمجلس. طيب استاذ احمد، استاذ احمد، محافظ احمد يا استاذ احمد، بعد اذنك انا اخلص واسمعك لحد الاخر. اتفضل. بيعدي من وسط ثلاث مقاهي، سد الشارع سد كامله، وفي غياب امني مفيش مرور. طيب يا استاذ احمد، استاذ احمد، استاذ احمد، احنا هنا نتحدث عن المحافظ مش عن مجلس المدينه. المحافظ بالانتخاب ولا بالتعيين؟ المحافظ برضه هو يا فندم. ما اذا حضرتك طبقنا الفكره على هنشوف الفرق الحاجه بعد الصغيره هتوصل لحد الحاجه الكبيره. حضرتك رئيس الدولة احنا انتخبناه، فايه المانع ان المحافظ كمان ما نتباش منتخبينه؟ طيب. لفترة زمنية معينة. طيب استاذ احمد، ننتخب مدير الامن. اتفضل. ننتخب مدير الامن، ايه رايك؟ يعني ايه رايك؟ ايه المانع ان احنا ننتخب مدير الامن؟ ما هو برضه كادر، ايه الفرق حضرتك؟ ايه الفرق بين مدير الامن وبين محافظ؟ استاذ احمد، سامع الاستاذ محمد؟ استاذ محمد بيوجه لحضرتك سؤال، بيقول لك ايه المانع ما ننتخب مدير الامن؟ وانتخب وكيل وزارة التربية والتعليم؟ وانتخب وكيل وزاره الرأي. خلينا في مدير الامن بس، ننتخب مدير الامن. راجل من البلد وعارف خباياها وعارف الطيب والصالح. طيب والطالح. نسمع الاستاذ اتفضل. تمام. سعادتك المحافظ زي ما حضرتك قلت رئيس جمهوريه في المحافظه بتاعته بدوره هيبقى الرئيس المباشر لمدير الامن ومدير التربيه والتعليم داخل المحافظه. شكرا. وهو شكرا. اللي بيجيب الناس دي. شكرا يا استاذ احمد.
في حاجة معلش. طيب أنا أنتقل لحضرتك يا أستاذ محمد، أنت تخلط الأوراق ببعض. اتفضل. أنت يعني تقول إن أنا أنتخب مدير الأمن وبتصدر دائما عندما نتحدث عن الانتخاب. عندما نتحدث عن الانتخاب وانتخاب المحافظ تصدر دائما انتخاب مدير الأمن وانتخاب وكيل وزارة وانتخاب. هو في وزير بينتخب؟ هو في وزير داخليه بينتخب؟ هو في وزير تعليم بينتخب؟ لكن في رئيس ينتخب طبيعي. اذا محافظ ينتخب. ارجع اقول لحضرتك انتخاب رئيس جمهوريه دي اراده شعبيه، صلاحيات انتخاب محافظ اراده شعبيه. انا هقول لحضرتك حط له صلاحيات يا استاذي. رئيس الجمهوريه ده يسال عن كل صغيره وكبيره في الدوله وفي الوطن، صح؟ سواء محافظ اخطا او مدير امن اخطا او كادر صغير او كادر كبير اخطا، في كل في ادارته يسال في الاخر في النهايه مين؟ رئيس الجمهوريه. فانا لما طالما انتخبت رئيس الجمهوريه ووثقت في وديته كامل صلاحياته، هو بيختار مساعدينه. المحافظين دول مساعدين رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه بيدير الدوله في السياسه العامه. طيب. والمحافظ بيطبق سيادته في المحافظه. حضرتك من شويه معلش انا اسف استاذ سامح، حضرتك من شويه قلت لا ازاي يعني يبقى محافظ ومش شكله مش معروف. طب لو احنا نزلناها على نطاق ضيق شويه، مجلس مدينه، لو رئيس مجلس مدينه شكله مش معروف دي تبقى كارثه. احنا عايزين دي صوره معلش معلش دي صوره من حمله مش عايزينك دي الناس بقى اللي انت بتقول للناس دي حمله لمين علشان يحوشوا بيها قياده تنفيذيه عاملين عليها علامه اكس. الناس معلش الناس وهي لا 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 مش قصدي، انا عايز بس اضرب مثل للاستاذ محمد. بص يا حاج بص يا حاج بص يا حاج احنا كده خرجنا بره الموضوع، خرجنا بره الموضوع ايا كان. بص يا حاج احنا احترمنا ايا كان ايا كان الشخص المشارك ليه في في طبعا ليه حق الرد عن. انا بكلم حضرتك في 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 فكر فكر. احنا دلوقتي عندنا دبل واي في الفكر بتاعي انا وانت، صح؟ تمام. انت شايف ان المحافظ يجب الانتخاب وانا شايف ان هو يجب التعيين. ليك رؤيتك وليك سلبيات وايجابيات، وليه رؤيته سلبيات وايجابيات، لكن ايجابيات مين اكتر وسلبيات مين اكتر؟ مفيش اتجاه خالي من السلبيات والايجابيات. لكن انا بقول لحضرتك اهو، انا النهارده باخد من صلاحيات رئيس الجمهوريه وكب الايديه، وفي الاخر حكم ازاي رئيس جمهوريه يعني. يعني الراجل ده لما يخفق او يصيب انا هوجز الايجابيات والسلبيات. الايجابيات ان ولائه هيكون للناخبين اللي انتخبوه، هيعمل على حل مشاكلهم. هيبقى عارف اكتر. ما انا هقول لحضرتك عندك رئيس وكذلك ما هو الرئيس المنتخب نفس الفكره. خلاص بقى انا يعني انتخبني صغر المنتخب ولا انا انتخبته اديته صلاحياته ولو للناس اللي يجيبوا حق مشكله. بس هل معلش يعني مع احترامي الكامل لسياده الرئيس، هل هيبقى قاعد لكل محافظ يتابعه رايح فين وجاي منين؟ ولا ده اكبر من ده بالعكس. النهارده تمام، النهارده انت بتجهد دور الرقابه الشعبيه. انت النهارده رئيس الجمهوريه، رئيس الجمهوريه وليس رئيس الجمهوريه. استاذ الفاضل، رئيس الجمهوريه ده انتخبه عموم الشعب المصري، صح؟ مظبوط. وفوضوه ان هو يدير الدوله دي ويمشي بيها في المسار السليم لقاطره التنميه، صح؟ تمام. انا بقى بديله امكانياته وصلاحياته. لما اجي اقول له لا والله المحافظ انت هتعينه هنا دوت عشان يعمل تنميه صناعيه او تنميه زراعيه او تنميه سياحيه في كل محافظه على حسب قطاعها الاقتصادي، لا 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 مالكش انت دعوه بيه، احنا هنجيبه من عندنا بقى. ما بقولش دعوه، اجيب مع احترام لسعادتك تاجر، اجيب تاجر انا معاه شويه فلوس قدر ينزل يشتري اصوات زي ما شفنا. ما احنا قلنا لازم يبقى له. ما انا بقول الانتخابات تاجر ينزل يشتري ايه؟ تاجر ايه؟ هو بيتكلم عن المال السياسي. المال السياسي تاجر تاجر هرد على المال السياسي. واصوات المصريين تباع وتشترى؟ ده اكيد حضرتك وانا شاهد. اصوات المصريين تباع وتشترى؟ اصوات حضرتك يباع ويشترى؟ يا استاذ صوتك يباع ويشترى؟ يا استاذ انا مصري صوتك يباع ويشترى؟ استاذ صوتك يباع ويشترى؟ استاذي استاذي احنا مش هنكذب على بعض. الكلام ده مش مظبوط. احنا مش هنكذب على بعض. احنا يعني معنى كده ان سعادتك شايف ان الانتخابات دي ما كانش فيها تغول المال السياسي؟ احنا بنقول ان تم تدخل المال السياسي، لكن ده مش معناه ان الشعب كذا. لا هو انا قلت لك انا بتهم الشعب ولا بتهم سقطه المال السياسي؟ بيحمل اتهام للناس. لا استاذي استاذي بص يعني ما تقولنيش كلام انا ما قلتوش. اتفضل. انا بقول لحضرتك سطوه المال السياسي ليها سطوه بالنسبه للمال السياسي. طيب. في المجال في ملعب الانتخابات. طيب. النهارده اللي معاه فلوس في بالنسبه للمال السياسي انا بقول لحضرتك المال السياسي ده يا استاذ يا استاذ سامح ارد على المال السياسي معلش قبل ما ترد. بس انا خليني اطرح لحضرتك سؤال يا استاذ مصطفى. اذا كان رئيس الجمهوريه بالانتخاب فلياتي بقياداته ليدير الدوله بقى. انت فوضته. انا اجيب المحافظ ده عشان يدير نفس السياسي ولا انا بقى ولا انا اجيب واحد بالانتخاب واجيب له نفسه؟ استاذ ما النهارده بص يا استاذ سامح استاذ سامح مشاهدين ناخد فاصل قصير جدا نرجع لحضراتكم مره اخرى فانتظرونا. مجرد كلنا ايه المنافع وابن رايك الدليل كلنا باسلوب جميل واسلوب جميل واسمع الرأي البديل تلقى نور الحق ساطع. ايه تحدي ايه
ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين من الفاصل، ويعني ما زلنا مع المحافظ بالانتخاب ام بالتعيين. بلا شك موضوع يعني حتى كنا في الفاصل هناك خلاف دائر ايضا في الفاصل، المحافظ بالانتخاب ام بالتعيين. يا استاذ مصطفى، كان الحديث مع حضرتك كنت بسال حضرتك بقول لك اذا كان رئيس الجمهوريه تم انتخابه من قبل المواطنين لاداره الدوله باقاليمها بمحافظاتها بادارتها بوزاراتها، عايز بقى تخلي كل اقليم بانتخابه بدوله منعزله؟ انت عايز تخلي مصر 27 اقليم؟ عايز تخلي مصر 27 دوله او 28 دوله؟ تمام، يعني كيف لك ان تقبل ذلك؟ ما حدش قال كده طبعا، احنا بنقول مش قال كده، ازاي حضرتك بتقول كده؟ لا ما تقولنيش كلام، النتائج كده. طب اتفضل، النتائج احنا يهمنا النتائج مش مهمنا الاقوال. ما تقولنيش كلام ما قلتهوش. طب النتائج هتكون كده. لا انت ما تحكمش على النتائج حاجه لسه. انا بقول لحضرتك انا عندي رؤيتي. لا الدوله دي الدوله لا تضرب النوايا الحسنة معها. الدوله لا تضرب النوايا الحسنه، الدوله تضرب النوايا حسنه يا فندم. احنا بقول لحضرتك ما انت تقول معلش، احنا انا النهارده عندي منهجيه همشي عليها ان انا هجيب المحافظ قبل الانتخاب. طب الانتخابات دي ما افرضتش محافظين على الدرجه الكاملة. الشعب مسؤول عن اختياره يا فندم. استاذي الشعب مسؤول عن اختياره. الشعب ده مش محدش وافق عليه. الشعب مسؤول عن اختياره فيما لا يتعارض مع الامن القومي. محدش قال حاجه. يعني لو الشعب النهارده لو الشعب بكره الصبح قال لك احنا مش عايزين محكمه تحكمنا في الاطار الذي ينظمه القانون. لا طبعا، من غير مش في امن قومي، مش في حدود دوله، مش في ثوابت دوله، في اعمده الدوله. الامن القومي وعزل هؤلاء المحافظين اذا تعارضوا مع مين اللي يعزلهم بقى؟ قول لي مين اللي يعزلهم؟ هو الشعب يعزلهم؟ لا يا فندم، دي تبقى صلاحيه من صلاحيات رئيس الدوله في حال تعارض سياستهم. خلاص يا سيدي، بكره انت هتجيب لي واحد مش على هوايا وما بيسمعش كلامي هعزله. مش على هوايا. الفرق بقى بين التعيين، انت كده عايز تعين. مش بنقول انت كده عايز تخليه مع هوا رئيس الدوله، بنتكلم مع السياسه العامه للدوله. انت عايز تعين المنتخبين، يعني نجيب ناس كده نعملهم ان هم بينتخبوا ونطلع منهم بناس نعينهم، يعني عشان بعد كده سيسي مش عاجبه المحافظ ده، يلا استاذ انت مش كفء للمحافظه فانا هعزلك. لا طبعا، زي حل مجلس الشعب، هل الرئيس يقول المجلس لا لا الرئيس ما يقدرش يحل مجلس الشعب؟ قال لا لا يقدر. لا استاذ اسمعني بس، الحاله اللي فيها ان الرئيس يحل مجلس الشعب، لما اقول لسعادتك على حاجه، لما تتعرض الوزاره اللي هو مسؤول عنها الرئيس كرئيس السلطه التنفيذيه، ومجلس الشعب يرفض الوزاره دي، تمام، ويقوم يوكل الرئيس الجمهوريه يدعي مجلس الشعب لتشكيل وزاره. اكمل سعادتك بس، مفيش اكمل نص المعلومه في على ده. اكمل المعلومه. لا لا، ده حضرتك ارجع للدستور هتقرا. لا يا فندم والله اكمل المعلومه. لو مجلس الشعب فشل ان هو يشكل وزاره، من حقه ان الرئيس يدعو لحل مجلس الشعب باستفتاء شعبي. وماله بالظبط؟ طيب بعد في الاخر القرار لمين؟ خلينا ناخد القرار لمين؟ مشكله خلينا ناخد للشعب. ناخد اتصال يا استاذ محمد. يقدر يبقى الاول وفي الاول وفي الاخر الشعب هو الحاكم، صح كده؟ بالظبط كده. يبقى الشعب هو اللي يختار المحافظ. ما هو الشعب اختار الرئيس الجمهوريه وفوضه ويختار المحافظ. معنا مين يا جماعه؟ انت كده بتاخد صلاحيات رئيس الجمهوريه. بعد اذنك يا استاذ، معنا اتصال. الو. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا احد المواطنين العاديين جدا، ولكن انا بفضل احمد من اسكندريه، ولكن بفضل حاجه كلام الاستاذ اللي هو مش عارف اسمه حقيقه، بس هو اللي هو بيميل اكتر وبيجنح للانتخاب. الاستاذ مصطفى، ده كلامه صح. تمام، واقول ليه بقى. ان في كل المحافظات جميع الساده المحافظين، كل اللي بيأدي اللي هو اليمين الدستوريه بيأدي صح وبيبقى مظبوط وشكله حلو وتمام ورائع. يجي في التنفيذ المواطن العادي الغلبان ما بعرفش يقابله. تمام، نهائي. تمام، الاستاذ اللي هو بيجنح العدد الانتخاب والتعيين، ما اعرفش هو بيجنح ليه هذا الموضوع، ولكن فعلا المواطن العادي ما بعرفش يقابله. قال لهم اطلب، ما بعرفش. يعني حضرتك ترى ان المحافظ يكون بالانتخاب ولا بالتعيين؟ النواب حد بيقابلهم؟ لا لا لا، ولا النواب والله، ولا النواب. طيب ايه الفرق؟ طيب ولا النواب. النواب لهم بوزيشن برضه، لهم وضع وقرار جمهوري، ومجرد ياخد القرار الجمهوري واقسامه برضه حلف اليمين. واخد بوزيشن اي 1. يعني انت مين انت؟ حته فاس جاب تقابل مين؟ وانا فضيلك، وانا فضيلك. تمام. وادي حتى الساده النائبه اللي كانت موجوده في اسكندريه قبل كده. اما هم بيسالوها في الاعلام، سواء في التلفزيون وفي الصحافه وفي الراديو، طب المطر وعملت ايه؟ قالت لا، اما كنا مسؤولين نمره واحد حاجه ونمره اثنين حاجه ثانيه. تمام. قالوا شوف الرساله وصلت. تمام. يا فندم لازم تكون بالانتخاب. يا المحافظ لازم يكون بالانتخاب. طب اذا حقيقة. طيب لازم طيب اذا رسائل احياء برضه، رسائل احياء برضه. هيقول لك حضرتك اقريت ان اللي جايب الانتخاب كنائب برضه بيقوم بنفس السلوك السلبي، وان هو ما بيقومش بالامانه ناحيه مواطنيه ويهتم بشكواهم وبمشاكلهم. معالي الباشا، الموضوع ما انا جبت نائب بالانتخاب وخذلني.
طب المحافظ ده هجيبه الانتخاب مش هياخذني ليه؟ السبب يعني هو بني ادم وده بني ادم. هو بالانتخاب دول مش خدم رئيس الحي ورئيس المدينه وسكرتير المحافظه والمحافظ والنائب. ليه بقى؟ واقول ليه؟ اقول ليه؟ دلوقتي مثلا اما تروح اي مكان سواء في اسكندريه او في القاهره او في اكتوبر هتلاقي الرصيف معمول له مثلا 30 40 سم. تمام. البلد مش لاقيه فلوس الاسمنت. وفي مشاكل سواء بقى في اسمنت في حديد في خلافه. مثلا ابسط حاجه وقت اشارات مرور واقفه متعطله. تيجي تدور عليها وتقول اصل المواطنين عايزين هنا اشاره عشان في مواطن الحته دي بتحصل فيها حوادث كتير. طب ايه علاقه ايه علاقه ده بقى بالمحافظ اذا كان بالانتخاب ام بالتعيين؟ لا قد تكون هناك تختلف. هقول علاقه ده. هقول علاقه ده. رئيس المدينه او رئيس الحي او المحافظ انا شفت مجموعه من رؤساء الاحياء ودول قله جدا بامانه ومختلف المحافظات طبقا بقى للشغل والسفر فعلا بيبقى المكان كانه بيته يعني بلعات بيقفلها اشارات احنا بنتكلم بيجيب مسؤول عنها ويشوف انه في مرور ويصلحها بيبلغ المحافظ او بيبلغ المحافظين فكره حضرتك. كان في واحد بدون ذكر اسماء في بورسعيد تمام نفس اللي حصل في اسكندريه كان هيحصل في بورسعيد. تمام شكرا فكره حضرتك وصلت احنا بنتكلم أحمد. حضرتك احنا بنتكلم حضرتك ايه الفرق ان انا دلوقتي اخترت نائب يمثلني ها نائب هيحقق لي طموحي واحلامي في دايرتي او مجلس النواب يعني انا نائب عن الشعب في مجلس النواب والنائب ده خذلني ما بقاش مهتم بيا ما بقاش متواجد ما بيقابلنيش ما بيعملش ايه الفرق بيني وبين المحافظ؟ ما انا برضو هختار محافظ هل انا ضامن المحافظ ده هيقول لي برضو اهلا وسهلا انا اهتم بيك؟ ما هي نفس السلوك. الموضوع سلوك طيب. شخصي سلوك طيب. شخصي فضل فضل. زي ما في محافظ سيء في محافظ جاي وزي ما في نائب سيء في نائب جاي. اتفق معاك بس ارد بقى على حضرتك. اولا النائب احنا مش بنشوفه ليه في دوائرنا او في الاماكن اللي انتخبته لان اولا اقامته بتبقى في المجلس اغلب الاسبوع تمام ما عدا الخميس والجمعه تمام دي حاجه. ثانيا هم خذلونا من وجهه نظرنا لان احنا كنا عايزينهم يقدموا لنا خدمات وهم اساسا في الاساس مش بتوع خدمات دول بتوع تشريع ورقابه هم لسه هم قرار موازنه يعني خدمات مدير خدمات ده مالوش علاقه. اما المحافظ فشغلته الاساسيه هي الخدمات. المجلس اتفضل بتقول لي خذلونا هم لسه مش خدمات عشان يخذلونا انا ما قطعتش حضرتك. هم مين اللي خذل حضرتك؟ معلش انت عندك نواب خذلوك بعد اذنك يا استاذ محمد يعني نوابك في دايرتك خذلوك؟ اتفضل يا فندم. هسمع حضرتك لما حضرتك قلت النواب خذلوك وما بيعملوا انا نواب خذلونا انا بقول لحضرتك اللي يخليه النائب يخذل ايوه في حاله انتخابه يخذل المواطن افتراض ان المحافظ نفس القصه ايه الفرق؟ ايه المعيار واحد يا استاذ سامي؟ ارد يا فندم انا النهارده اخترت نائب مجلس الشعب وما طلعش على 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 المعيار اللي انا اخترته بيه وتراجع مني وخذلني واهتم بمصالحه واهتم بعلاقاته. خلينا ناخد اتصال معانا مين؟ الو ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. حمزه محمد فراج من محافظه اسماعيليه القنطره الشرقيه. اهلا بيك يا حاج محمد. اهلا بيك حمزه محمد حمزة. فراج حمزه اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اتفضل اتفضل. دلوقتي بالنسبه لاعضاء مجلس الشعب احنا بنعاني مشكله دلوقتي في القنطره الشرق لا نفع يحلها مجلس الشعب ولا نفع يحلها اي حد. طبعا احنا في القنطره الشرق نعتبر شرق القناه تمام واخد بالك. ايه المشكله اللي عندكم؟ عندنا مشكله فظيعه. عندنا اول حاجه مشكله المعديات والعناء واللي بنشوفه في المعديات. مالها المعديات قليله يعني؟ قليله يا حاج حمزه ولا ايه؟ ما فيش معديات. معديات ايه يعني؟ عشان يقعد ينتظر سواق او انا بس عندي بديله صناعيه في القنطره الشرق ما فيش اي وجه مساعده ليه ولا تنميه ولا اي حاجه. مش عندكم كوبري مش عندكم كوبري الفردان؟ في المصانع بتقفل. كوبري الفردان ده مش عندكم يا حاج حمزه ولا ايه؟ نعم مش عندكم كوبري الفردان تقريبا؟ عندنا كوبري السلام. كوبري السلام الساعه 6 المغرب للساعه 1 بالليل اتجاه واحد. طب انا اللي احسن من كده كمان دلوقتي المقترح الجديد اقل من اكتر من 40 سنه او اقل من 40 سنه ما يعديش الشرق. طب انا عندي عماله عايزه تروح وتيجي عشان اجيب عماله اشغلها استنى اعمل لها جواب من مجلس المدينه او من اي جهه خاصه من مجلس. طيب انت حضرتك ايه اللي حضرتك عايزه تحديدا يعني؟ انت بتطلب ايه؟ احنا عايزين تسخين. احنا مش في تنميه مش في سيادتك تنميه. تمام فين وجه التنميه؟ ان انا احجز الافراد العمال عمال المصانع. انا مش عارف اعدي. تمام
يجيني وفد من العمال بكل امكانياته عشان اي حد يشغل مصنع ما الاقيش، ما يقول له لا ده انت اقل من 40 سنه اكتر من 40 سنه. اه يعني في مشكله في عبور للشباب والمعديات اللي بيعدوا في الافراد اللي بيعدوا، مع ان احنا عندنا كفاءات عاليه جدا من رجال الامن. تمام تتحرك عنه وتعرف اسمه سجل اسمه عند حضرتك. كلام جميل. انما انا عندي عماله في المدينه الصناعيه مش عارف اعديها. طيب يعني مناشده حضرتك وصلت يا حاج حمزه. طيب اتفضل يا فندم، كان الحوار مع حضرتك. الاستاذ محمد بيقول احنا ايه المانع ان ادام اخترت النائب وخذلك فممكن برضو تختار المحافظ ويخذلك. لا احنا بنقول انا بقول ده لو معيار هيبقى على الاثنين يا فندم. معلش اكمل فكرتي. النائب لما بيخذلني من وجهه نظر حضرتك يعني ان هو مثلا ما بيجيش ما بشوفوش ما بيخدمنيش، صح كده ولا انا فاهم غلط؟ انت قلت ان هو مش خدمي. تمام. النائب اصلا دوره مش خدمي، دوره رقابي وتشريعي واقرار الموازنه. اما المحافظ فدوره اصلا ان هو خدمي. يعني كده ده واجبه، دي مش شغلته. اولا حضرتك المحافظ دوره مش خدمي. تمام. المحافظ منصب سياسي وخدمي والله يا فندم. ما انا بقول ما هو رئيس الجمهوريه خدمي برضه. ما احنا رئيس الجمهوريه مسؤول عن صحته وصحتك ومسؤول عن مسكنه ومسكنك. عشان كده بننتخب. تمام. طيب خلينا عشان احنا وقتنا اوشك على الناس. في فرق بين المسؤوليه العامه والمسؤوليه الخاصه. في نهايه اللقاء يا استاذ احب اقول ان الموضوع له سلبيات وايجابيات، لكن هو من وجهه نظري ان الانتخاب ايجابياته اكتر وسلبياته اقل بكثير، خصوصا انتخاب المحافظين يعني. خصوصا ان السلبيات اللي اخذت عليه حتى من الناس اللي عملت دراسات اكاديميه قالت ان ممكن يبقى في تعارض ما بين الدور الرقابي. يعني انت دلوقتي بتختار محافظ بالايه؟ بالانتخاب. طب ما انت هتختار مجلس محلي محافظه هيراقب اداؤه هيراقب اعماله. طب ما هو برضه هينتخب، هيبقى زي منتخب يراقب منتخب. دي فصل ما فيهاش اي مشكله. دي فصل بين السلطات بقى حضرتك. النهارده انا اقول لحضرتك انا النهارده لما يكون عندي محافظ ده معين ده اخر حديث حضرتك اكمل حضرتك لما يكون عندي محافظ معين واخد صلاحيات رئيس الجمهوريه يتبع الوزاره وزاره الدوله للمحليات والاداره ورئاسه الجمهوريه. هو بعد كده هيدير المحليات، صح؟ مسؤول عن المحليات بتاعته في المحافظه. المحلات دي جايه بالانتخاب، يبقى انا بفصل بين السلطات. تمام. لما يكون ده منتخب وده معين هيبقى في توازن في السلطات. شكرا. بلا شك اعزائي المشاهدين يعني موضوع انتخاب المحافظ او تعيين المحافظ ما زال يثير جدلا، ويبقى هذا الجدل لحين وضع نهايه لهذا الامر. بلا شك ان القياده من حقها ان تعين من ينفذ سياستها، وايضا من حق المواطن ان يختار من يعبر عن ارادته. في نهايه اللقاء بتقدم بجزيل الشكر الى الاستاذ محمد الديب رئيس مجلس اداره جريده وطني اكتوبر. شكرا ليك يا استاذ محمد. أهلا. شرفتنا ونورتنا. شكرا ايضا موصول الى الاستاذ مصطفى حمزه كاتب صحفي وباحث سياسي. شكرا ليك يا استاذ مصطفى. شرفتنا ونورتنا. اعزائي المشاهدين دي كانت حلقه النهارده، سعدنا بكم ونرجو ان نكون قد اسعدناكم. هذه تحياتي سامح البقري، شكرا لكم والى اللقاء. اسمع الراي البديل تلقى نور الحق ساطع. ايه تحدي؟ ايه تحدي؟ ايه تحدي؟ ايه تحدي؟ التحدي قوم ودافع عن رايك والكل سامع، قول لنا الاضرار وطبعا قول لنا ايه المنافع، وابن رايك عالدليل قول لنا باسلوب جميل، واسمع الراي البديل تلقى نور الحق ساطع. ايه تحدي؟ ايه تحدي؟